حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن أيها الأحبة، دعونا ندخل إلى أول فقرة في هذه الحلقة. هذا مخلوق الحقيقة عجيب جدا، نوع من أنواع الحبار، قذفت به مياه المحيط إلى خليج بريطانيا بجنوب أفريقيا. طبعا يقول الباحثون هذا المحيط مليء بالمخلوقات التي قد تبدو غريبة لعين الإنسان، ولكن هذه المخلوقات يرمى بها إلى الشاطئ، تكون مخلوقات ميتة عادة، يعني بين الفينة، وهذا طبعا في عام 2020. سبحان الله، يعني تأملوا أيها الأحبة، نحن عندما نتأمل مثل هذه الكائنات، معلومات الإنسان لا تعتبر شيئاً. انظروا له 8 أرجل طويلة جداً، ويعني سبحان الله هذا المخلوق عجيب جداً، رمت به مياه الشاطئ إلى مياه البحر إلى هذا الشاطئ. طيب أنا سأنتقل الآن إلى هذه الصورة أو هذا المخلوق الثاني الغريب. حقيقة مثل هذه المخلوقات تدعونا للتأمل حقيقة. يعني أنا الآن أعمل على الإنترنت أيها الأحبة مباشرة، أحاول أن أستعرض معكم هذا طبعا مأخوذ من موقع Life Science، موقع علم الشهير، فلذلك معلومات يمكن أن نعتبرها معلومات موثوقة. المخلوق الثاني عبارة عن أخطبوط أيها الأحبة، هذا هو. طبعا قبل أن نكمل، المخلوق السابق الذي رأيناه يقول عنه الباحثون من النادر أن ترى حبار عملاق بهذا الحجم، طوله 18 متر، دعوني أعود وأعرضه فقط، هذا طوله 18 متر، تتصورون معي، يزيد في الخلق ما يشاء. سبحان الله، كل صورة لابد أن تجد آية تعطيك ملمح، تعطيك إشارة إلى هذه هذا الشيء العجيب. يزيد في الخلق ما يشاء. طبعا هذا له مخالب، له أذرع، 8 أذرع، مخلبان، مغطى بمصاصات مسننة، ويستطيع شفط أي شيء بقوة كبيرة، ولديه أكبر عيون في مملكة الحيوان، قطر العين 30 سنت، قطر العين هنا لهذا الكائن 30 سنتيمتر. لذلك سبحان الله الآية القرآنية بالفعل تأتي مناسبة، يزيد في الخلق ما يشاء. سبحان الله. طيب المخلوق الثاني دعوني أنتقل له. المخلوق الثاني هنا أيضا أخطبوط، دعوني فقط أترجم لكم أيها الأحبة ما كتب هنا عن هذا الأخطبوط. أيضا له 8 أذرع، 8 أذرع، سبحان الله، أخطبوط له 8 أذرع، غريب جدا. على فكرة الأخطبوط أذكى من الإنسان بكثير بكثير. نحن تحدثنا قبل سنوات عن اكتشاف أعقد خريطة جينية موجودة عند الأخطبوط، أعقد من الإنسان، مع العلم أن الأخطبوط خلق قبل الإنسان طبعا حسب نظرية التطور بملايين السنين، وربما بمئات الملايين من السنين. انظروا، امتلك كل هذا الذكاء وهذه الخريطة الجينية المعقدة قبل مئات ملايين من السنين. هذا الأخطبوط يدمر نظرية التطور أيها الأحبة تماما، يدمرها تماما. طبعا هذا أخطبوط، يعني هل هو واضح في الصورة؟ دعوني فقط أرى، هذا هو أيها الأحبة، غريب جدا. هذا اكتشف على شاطئ صخري بالقرب من سياتل، جزيرة بالقرب من سياتل، اكتشفوا عددا من رأسيات الأرجل تضم الحبار والأخطبوط وإلى آخره، مخلوقات يعني
من فصيلة رأسيات الأرجل، فهذا الأخطبوط أيها الأحبة يعني كما تقول الصورة يمتلك أكثر من 7 أذرع في الذكور، يتم استخدام الذراع الثامنة أثناء التزاوج، وبقية الوقت تبقى متوضعة في كيس بالقرب من عينها اليمنى. طيب هذا الأخطبوط أحبتي في الله يعني والله هو غريب جدا، وهناك فقط لو درسنا عالم الأخطبوط، لو درسنا فقط عالم الأخطبوط الحقيقة يعني نجد أشياء عجيبة، نجد تصميم عجيب وأنواع عجيبة جدا، وله ذكاء أعلى من ذكاء الإنسان بكثير في بعض الحالات، يتفوق على الإنسان، يستطيع أن يحل ألغاز معقدة جدا معروف، ويبني مدن أيضا هذا الأخطبوط. طبعا هنا الأخطبوط في الصورة، دعونا نرى هذا الأخطبوط فقط أحبتي في الله. الأخطبوط هنا هذا هو، له 8 أذرع، 8 أذرع، عدوا معي، هل الصورة واضحة؟ تمام، أنا سأعد معكم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، ولكن هنا ذراع تاسعة، هنا ذراع تاسعة هنا في الأسفل، شيء غريب يعني، يقول العلماء هذه فرع من ذراعه الثالثة اليسرى، بعد أن اصطاد يعني هذا تم اصطياده أو بعد اصطياده في مصيدة في اليابان أو قبالة اليابان، طبعا يعني اشتراه أحد الناس وأراد أن يأكله، هم يضعونه في ماء مغلي ثم يأكلون الأخطبوط في لديهم يعني، فوجد أن له 9 أرجل، وهناك رجل نمت يعني رجل ثانوية. طبعا حتى الآن يعني العلماء الآن يعني يقولون إن الأخطبوط لديه 8 أذرع، ولكن أحيانا هناك أذرع تخرج يعني ذراع 9، 10، ربما أكثر، فهذه كما قال تعالى يزيد في الخلق ما يشاء. طبعا هنا أيها الأحبة دعوني أخذكم إلى هذه الصورة الجميلة، هنا كتلة كبيرة، آلاف الأحياء البحرية الميتة، ماذا يقول عنها العلماء أحبتي في الله؟ هل الصورة واضحة عندكم؟ بسم الله، تمام. هذا المشهد الحقيقة يعني محير، فيه آلاف من مخلوقات البحر الميت بما في ذلك أخطبوطات، أسماك، نجوم بحر، نجمة البحر، يعني طبعا هنا أنا على ما يبدو أنني ترجمت خطأ، دعوني أعود إلى اللغة الإنجليزية لأن الترجمة الآلية أحيانا هذا ليس في البحر الميت، هذا في روسيا، ولكن هنا المترجم الآلي ترجم مخلوقات ميتة، مخلوقات بحرية ميتة، ترجمها بحر ميت يعني، هذه في روسيا أيها الأحبة في جزيرة، وهنا على تقريبا قرب الجزيرة رمى البحر هذا العدد من المخلوقات، وطبعا هذا الكلام في خليج أفاشا في كم تشاتكا
ويعتقد العلماء أن هذا حدث كارثي، لأن هناك 95% من الكائنات نفقت فجأة. طبعا أنا أرى، على فكرة يعني، أنا أرى انقراض هذه الكائنات هو دليل على اقتراب الساعة. انقراض هذه الكائنات، هناك الحياة البحرية، الحياة المائية، الحياة، كثير من المخلوقات تنقرض بسرعة مذهلة أيها الأحبة، وهذا سيخل بالتوازن البيئي على الأرض، وسيسبب كوارث، منها الزلازل، منها الأعاصير، منها نقص الغذاء، منها أشياء كثيرة جدا. لذلك نسأل الله العافية. طبعا أيها الأحبة، العلماء يعتقدون أن موت هذه الكائنات بسبب التلوث الذي سببته يد الإنسان، التلوث الذي سببته يد الإنسان. فيعني الإنسان لوث البيئة. الله تعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن أيها الإنسان، ذق ما قدمته لنفسك. لوثوا البيئة، يدخلون الآن عالميا في مشاريع ليس لها أي لزوم، حروب مدمرة، يقحمون البشر في صناعات ليس لها أي فائدة، ومشاريع ليس لها أي فائدة، أسلحة نووية إلى آخره. كل هذه تلوث البيئة، تدمر الحياة، دمرت الحياة البحرية والحياة، حتى النبات، والأمطار. لم نكن نسمع بالأمطار الحامضية الملوثة، الآن بدأ هناك تزداد هذه الظاهرة. نسأل الله العافية. الآن أيها الأحبة، أنا هنا أيضا لدي هذه السلحفات، أيضا يمكن أن نقرأ ماذا كتبوا عنها. هذه سلحفات خضراء، سبحان الله، يعني السلاحف مخلوقات تعمر طويلا، وهي مخلوقات جميلة وآية من آيات الخالق أيها الأحبة. هذه تم صيدها قبالة سواحل الأرجنتين، وهي مريضة. المهم، الحقيقة هذه السلحفات أيضا من النوع الغريب، وتناولت كمية من القمامة البشرية وأكياس نايلون وبلاستيك وغير ذلك، وأخرجوا من بطنها هذه الأشياء التي لوثتها وكانت على وشك الموت. يعني الحمد لله أنهم أخيرا أنا أضحك، قاموا بإنقاذ السلحفات، ما شاء الله على هذه العلمانية الجميلة. ملايين البشر يموتون جوعا، ملايين البشر أيها الأحبة. يعني أنا هذه الصور تثير في داخلي بعض الملاحظات. تحدثنا عن الأمم المتحدة عندما قالت هناك 5 مليون طفل يموتون سنويا نتيجة الجوع، ملايين الأطفال نتيجة الجوع، لا يؤبه لهم، وعلماء ومراكز أبحاث تنشغل بسلحفات. طبعا هذا عمل جيد، يعني إنقاذ كائن يسبح الله عمل جيد، ولكن ليس على حساب البشر، سبحان الله. يعني هذه هي العلمانية المزيفة أيها الأحبة، هكذا يفعلون. الآن هنا أنا لدي أيضا مخلوق، سبحان الله، يعني يمكن نسميه سمكة السيف، سمكة السيف. هذه السمكة أيضا هنا كتبوا عليها تعليقا يمكن أن أترجم لكم. يعني أنا حقيقة سأتبع أسلوب جديد في المعلومات التي سنلقيها، بحيث أننا نعرضها من الإنترنت مباشرة، تلافيا لتشكيك الملحدين بأي معلومة
نقوم بها. فوجدت من الأفضل أن نعرض معلومة من الإنترنت واسم الموقع Life Science موثق والصور موثقة، وأريح دماغي من تعليقات الملحدين، أي معلومة يقول لك أين المرجع. فإن شاء الله سأحاول أن أعرض حتى من دون أن أجهز المعلومة، يعني أأتي بها من الإنترنت أونلاين، كما أبث الآن بث مباشر أتي بالمعلومة أونلاين لكي يستطيع أي إنسان أن يبحث عنها ويجدها بسهولة. طبعا أيها الأحبة، هذه يعني سمكة قرش من نوع سمكة السيف، تسمى هكذا. طبعا هذه السمكة جرفت وهي ميتة طبعا قرب سواحل ليبيا، تسمى سمكة أبو سيف، وسبحان الله لديها سيف حقيقي يعني يشكل تهديدا للكثير من الحيوانات، حتى الحيتان والسلاحف البحرية وحتى البشر. طبعا هذه تعيش على الأسماك الصغيرة، وماتت نتيجة أنها كانت تتقاتل مع سمكة أبو سيف أخرى على فريسة، فإحداهما طعنت الأخرى. يعني سبحان الله، حتى في عالم الكائنات هناك قتال. انظروا، هذه هي هنا رسم تخطيطي على اليسار طبعا يظهر هذا القلب، قلب السمكة، وهنا يعني على ما يبدو رسموا مخطط تشريحي لها يظهر آلية عمل هذا السيف المكسور. هنا طبعا هذا هو الدائرة، هنا طبعا، وهذا هو يمسك به. هذا السيف حاد جدا ومثبت في جسدها بطريقة يعني عفوا، هذه على ما يبدو أنها طعنت سمكة مطعونة بهذا السيف. يعني حتى أحبتي في الله، نلاحظ أن الاعتداء حتى موجود في عالم الحيوان. لذلك أنا عندما أتأمل هذا التقاتل على الفريسة في عالم الأسماك، وهذا الظلم وهذا العنف، يعني لا ندري من السمكة المعتدية، ولكن أنا تحضرني آية الله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أمم أمثالكم. فكما أن الشر موجود لدى البشر والخير موجود لدى البشر، أيضا هناك شر وخير لدى أيضا الحيوانات. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. الآن دعوني أنا أتأمل معكم هذا المخلوق العجيب هنا. طبعا هذه نوع من أنواع السمك لديها مزيج من جينات سمك الخفاش سمك الحفش الروسي وسمك المجداف. طبعا واضحة، سبحان الله، لها شكل غريب. يعني طبعا الباحثون أعلنوا في مجلة الجينات أن هناك 100 نوع من هذا الهجين الغريب قيد الموجود. يعني حاليا يقوم العلماء بتجارب على هذه الأنواع من الأسماك. طبعا السمكة الروسية مهددة بالانقراض، يعني يقول العلماء إن هناك اندماجا حدث بين نوعين من الأسماك أدى إلى وجود هذه السمكة. سبحان الله، هنا نرى هذا المخلوق العجيب، يعني
أنا دعوني فقط أقوم بالترجمة، لأنني حقيقة أنا أقرأ مباشرة من الإنترنت. طبعا هذا المخلوق العجيب يقول عنه العلماء: تم هذه الصورة وثقت عام 2018 في إحدى البعثات التي ذهبت للبحار العميقة، يقولون هذا وحش ذو مظهر فظيع متساوي الأرجل، وهو الأكبر على الإطلاق، يوجد في إندونيسيا ويطلق عليه ركاسة، طبعا عملاق باللغة الإنجليزية. يبلغ طول هذا المخلوق 33 سنتيمتر، طبعا يعني مخلوق عجيب جدا كما نرى أيها الأحبة. سبحان الله، يعني يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. طبعا هنا مخلوق أيضا، المخلوقات البحرية أيها الأحبة، أنا أتذكر قول لأحد العلماء يقول: إننا نعلم عن ما بين النجوم أكثر مما نعلم ماذا يوجد في أعماق البحار. يعني نحن نعلم عن النجوم والكون والمجرات أكثر مما نعلم عما يوجد في أعماق المحيط أو في أعماق الأرض. لا زالت معلومات العلماء قليلة جدا أيها الأحباء، ولكن أوهمون أنهم يعلمون كل شيء، ولكن الحقيقة لا زال العلم في بداية اكتشافه لهذه الكائنات. وبالتالي هناك كائنات كثيرة تكتشف يوميا تشكل ضربة قاسمة لنظرية التطور، ولكن للأسف لا يتم الحديث عنها إلا نادرا. طبعا هنا أيها الأحبة، هذا المخلوق تصور أنه واضح، هذا مخلوق هنا كائن غريب بحجم تيشيرت شيرت الجولف، طبعا هذا عثر عليه عام 2015، ولكن لم يتم نشر الصورة إلا عام 2020. طبعا هذه الأنواع أيها الأحبة، من هذه الأنواع في البحار، يعني كل يوم يكتشفون أنواع جديدة. على فكرة يوميا هناك أنواع جديدة أحبتي في الله، لذلك يعني أتصور انتهى. طيب الآن أحبتي في الله، نحن أنهينا هذا القسم من هذه الحلقة. طيب